مرحب بحضراتكم مرة تانية هنا من نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وهذا الافتتاح للبطولة العربية العسكرية في نسختها الأولى للفروسية. برحب بضيفي هنا بالوزير المفوض طارق عبد السلام، وزير مفوض بجامعة الدول العربية، أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. يعني في البداية انطباعات سيادتك عن هذا الافتتاح المبهج لأول بطولة عسكرية عربية للفروسية تقام هنا على أرض العاصمة الإدارية الجديدة. هي انطباع فوق الرائع، وشفنا افتتاح هائل جدا للبطولة، وبمشاركة طبعا عدد الدول المشاركة في البطولة العسكرية دي، الأولى النسخة الأولى طبعا من البطولة العربية العسكرية اللي بتعقد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، اللي فعلا هي فخر لكل العرب وللمصريين وللعرب جميعا. حقيقة فندم، يعني بالتأكيد هناك العديد من الأنشطة اللي بتجمع الاتحاد العربي للرياضات العسكرية وأيضا القوات المسلحة المصرية الباسلة، ضعنا في الصورة وكيف كان هذا التعاون ما بين كلا تلك الجهتين، هو يعني كان بكورة وإقامة هذه البطولة على أرض مصر. الحقيقة هو الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يضم 22 دولة. ال 22 دولة عربية الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. نشأة الاتحاد العربي كانت منذ 84 في قرار بنشأة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية من عام 84. مصر تعتبر دولة عضو في الاتحاد، وكل دولة بتنظم نشاط. احنا عندنا 22 لعبة أو 22 نشاط عسكري ما بين الدول العربية، بتنظم بعضها في كل دولة عربية بتستضيف بطولة شكل، ودي النسخة الأولى الحقيقة من الفروسية اللي تعقد في جمهورية مصر العربية. أشكرك جزيل الشكر الوزير المفوض طارق عبد السلام، الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. شكرا جزيلا.